شنو تعرف على قهر الرجال؟ أول حاجة هو الرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ من قهر الرجال وقال اللهم إنا نعوذ بك من قهر الرجال. والقهر ظلم بصفة عامة، الرجال ظلم في كل شيء، أي حاجة معناتها ظلم يتعرض لها سوى رجل ولا امرأة، راهو مش يخص كان الراجل. القهر نراه ظلم، مظلمة كبيرة معناتها يتعرض لها الواحد، وأنا نرى إنه يولد قوة. يعني الإنسان قد ما يضعف يوصل للحضيض، ما إذا وصل ومس القاعة نقول أنا يرجع أقوى من قبل. والضعف والظلم والقهر هو اللي يبني الرجال ويخلي الناس تقوى ويخلي العباد ترجع تقف على ساقيها. وشو نزيدك آخر؟ هذا هو. إيش معناتها يبني من الضعف قوة؟ أي ضعف في الدنيا هذه، وأي إنسان يوصل يمس الضعف نقول أنا يوصل للقاعة على الأخر، عرف اللي راهو باش يرجع أقوى من قبل. هذا الإنسان بالطبيعة اللي يكون مؤمن ويكون متصالح مع ذاته، واللي يعرف أنه ربي خلقنا اللوطة، خلقنا الفوق، مرة نتيحه ومرة ناقفه ومرة نغلطه ومرة نصحه، كم نشوفوش الحاجات الخايبة كيفاش باش نوصل للحاجات الباهية. هكا معناتها أمونا بي هكا نشوف. وانت تحكي وانا قاعدة مركزة معك، ما شاء الله عليك تحكي بقوة خارجة في كلماتك، خارجة في لمعة عينيك، قوة كبيرة، كأنك تعديت بفترة خائبة وكأنك أنت نجزت من الضعف للقوة، صحيح ولا؟ أكيد جدا، على خاطر إذا ما تحكيش من الإكسبرينس متاعك مش تحكي من إكسبرينس متاع ناس أخرين. ممكن شفت أنا في حياتي ضعف على الأخر، وممكن غيري زادة شافه وتعلمت منه، نجم مش بالضرورة أنا تعرضت، لكن بون فما لحظات وفما دي مومون الإنسان يضعف فيهم على الأخر. المفيد انه ما يشدش برشا الضعف، والانسان يقرر باش يثبت نفسه ويرجع يقف على ساقيه. نطيحوا ونقوموا، الدنيا هذه ابتلاءات، الدنيا هذه اجا نقول لك نهار بنهار، وكلنا في رساله، راه كل واحد فينا عنده رساله، يا يقول انا والنجم نكون انا ونثبت نفسي ومن الضعف ومن الانحطاط ومن الدمار ومن اللي تصوروا انت في بالك، نعاود نرجع ونقوم. ايش بها صار عليا؟ مش كان انا يقارن روحه باللي اقل منه، ما يقارنش روحه يقعد يغزر كل الناس اللي واقف على ساقها. ما تعرفش انت هذاك كيفاش وقف على ساقيه، ما تعرفش انت هذاك كيفاش وصل. صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من قهر الرجال، لكن المراه زادت تقهر. وقتاش المراه تنجم تقول الانسان قهرتني وصعبها الكلمه؟ كي تذل المراه، كي تحتاج المراه، كي تشيفوا عليها، كي يقهروها، كي عجزوها، كي يقهروها بأحب الناس على قلبها، مثلا بولادها بخواتها. ممكن هي ما تتعرض لهاش المظلمة، لكن المظلمة يتعرض لها أقرب الناس لها، باش تتعب وباش تدمر وباش تطيح وباش ترجع بعد تقف على ساقها. خرجت من فمك في يوم ما كلمة قهرتني؟ اي الحمد لله تقهرت وعاد. شكون ما تقهرش؟ نجم تقهر حتى في الكيس، كي يمترك عبد تتقهر، تحس روحك عجزت في اللحظة هذيك، تحس حد ما نجمتش ترد الفعل، ما نجمتش تحمي روحك، مش قاهرة زعما، كي تتمنى حاجة ما توصلهاش وكنت تنجم توصل لها مش قاهرة، كي يجي حد ما يسوى شيء تافه، نكرة شرذمة، ويجي يقهرك ويذلك ويحشمك قدام العباد مش قاهرة، لكن ربي أعدى للعادلين. ليش كلمة قهرتني كيف تخرج من الفم؟ لازم الدمعة تهبط من العينين مع غبري أنا. توجع 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 توجع. أي إنسان تعرض للقهر، القهر قهر حاجة خايبة، يدمر ويقتل، وناس تتجلط، وناس تصير لها شلل، وناس تفقد نطقها، وناس تفقد بصر عيونها من البكاء ومن القهر. دونك ماهوش ساهل، بما انه استعاذ منه الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني راهي طامه كبرى. انا هكرا ديما نرجع نقول لك انا هكرا. الفتره اللي دمعت منها عينك توا قداش عند؟ عندها مده، لكن القهر ما تنساش، وانا انسانه جديده توا الحمد لله. بعد قداش من عام توا كي قلت لك كلمه قهرتني وقتاش خرجت من فمك الدمعه عاودت هبطت؟ اي ما انت مش في بالك تنساها، لكن هي مدفونه ما تتنساش. نطلب منك حاجه. تفضل. اي الانسان اللي وقفت قديم وقلت له قهرتني عاود اغزر له توا، قل له راه قهرتك قويتني. قهرتك قويتني وراني مسامحتك دنيا واخره، باش انا ربي كي نقف قدامه يسامحني، خاطر عندنا برشا ذنوب ومعاصي، دونك نسامحه في الدنيا قبل ما نقف قدام ربي. انا مسامحه،
أشهد الله على ذلك. فهمت؟ لكن تقهرت أوكي، لكن قويت زيدة الحمد لله. القهر يولد القوة والضعف يولد القوة. وأنا ديما نقول للناس اللي يعرفوني، برشا ناس يعرفوني الحمد لله، الناس اللي تعرفني ديما نحكي لهم على الحاجة هذه، أن الضعف يولد القوة. مثالش الدنيا هذه ابتلاءات وامتحانات. أول حاجة القهر اللي برشا عبيد بطالة، برشا عبيد تسوفري بالرسمي، ما تشوفش أنا ولا أنت بالرسمي. ريت الثورة ذي عملناها احنا وركبوا عليها عبيد أخرين ما يعرفوهاش تونس. الحاجة الوحيدة اللي تنجم تقهر الراجل هو مكتوب الفارغ، يا با غون شوز. المكتوب الفارغ هو اللي نجم يقهر الراجل ولا المرأة. راك تشوف أوضاع، تشوف الحياة، راك تشوف بربي واحد يصور في ما عرفش أنا 500 600، عنده 6 صغار، تصور أنت ويمشي قبل بهم، ما نعرفش أنا برشا حاجات. حاجة هذي تتقهر منها أنت؟ الناس كل مقهورة، الناس كل مقهورة. تقولوا أكثر حاجة توجع راجل الخيانة، كأنك تحس دولتك خانتك. ما 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 خيانة ما تحكيش عليه. ركز معايا، قلت لي أنا شهريتي معاش توكلني غالي معيشة، قلت لك هما يقولوا أصعب حاجة توجع راجل خيانة. خيانة راه مش معناتها حبيبتك وإلا زوجتك، خيانة بصفة عامة. حتى الدولة زادة تحسها توا خانتك، ثورة خانتك، مسؤولين خانوا الشعب. لا 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 أغزر. أنا بالنسبة لي، أنا بالنسبة لي أنا، الانتخابات ماشي بلاصتها. عباد جاو ما عرفوهمش، فهمت؟ العباد سبونتاني باش تنتخب، فما أحزاب تعطي في الفلوس تحت الطاولة. تصور أنت 20 دينار يقسمها له، كيفاش يعرفوا انتخب ولا ما انتخبش؟ ما فهمت شيء أنا. توا الراجل يخرج باش يقضي ولا حاجة، ما نحكيش معناها على عبيد قرات وخدمة وكل كيفنا احنا وكل والحمد لله وباقي مازلنا. مي الراجل كيف باش يخرج يقضي، باش يجيب القضية لأولاده ولا لمرته ولا الحاجة هكا، يلقى جيبه فارغ. أكثر حاجة تقهر الراجل هي المكتوب الفارغ. وتونسي توا أكثر حاجة اللي قاعد يحس بها هي الغلاء والكوى في كل شيء، في كل شيء. سخطو تمس في غذائه، مس في غذائه سفيني. كأنك تقول لي المسؤولين اللي هما سبب في غلاء المعيشة، الثورة اللي جيش كون ركب عليها من بعد هما سبب في قهر الراجل اليوم التونسي. أنا ثورة توا وليت ما عادش نقول عليها ثورة، وليت نسمي فيها فوضى. فوضى كي اتك خيي ان تونيزي وبدلت المعطيات الكل، والعباد الكل موجوعة، ما فماش واحد مش موجوع في سخطو في تونس. العباد لهنا تخاف، علاش تخاف؟ خاطر ولد كل يوم تخمم في غدوة، باش يوكل صغار وش باش يعمل، باش يجيب، باش ينتج، فهمت كل شيء؟ ما ينجمش مسكين يخلي صغار وموتى بالشر ويمشي يحتج ولا يمشي يعمل، فهمتني كيفاش؟ انك تقول لي رجال تونس الكل مقهورين من الثورة. كلهم مقهورين، رجال تونس الكل بكبارنا بصغارنا. فما 5 كعبات لبس عليهم وذوكم يديرجوا من قبل، ذوكم ما تمسوش، اما الباقي الكل وحتى الكورونا ذي اي 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 دومين ريت في تونس ذي الكل، كل سوا صحه، كل سوا تربيه، كل سوا اي حاجه في رازك، ما فما حتى حاجه قاعده تمشي بالصحيح جمله وتقول. والعزيز ربي الواحد بالرسمي راه قلبه تعبى على الاخر. يا مدام رسالتك كرجل مقهور، رسالتي لتونس هذه الكل، حب نقول لهم حاجة برك، لن يمروا، قدرة ربي لن يمروا في تونس. سمحني في الكلمة، كل واحد يخمم على روحه، أي مسؤول جديد يخمم على روحه، ما يخمم على حتى حد، على روحه وعلى عائلته، على روحه وعلى عائلته بوان على لين. فماش ما فماش هذايا باش يمشي يقوم يخمم على الشعب يقول هذاك مسكين ما عندوش ولا هذاك ما عندوش وهذاك ما عندوش. عليه يتلزوا لي جون باش يعملوا الحاجات الخايبه ويسرقوا ويفكوا وكل شيء. انا وحده منيش جابيتو سانتر فيل، نهبط نهار لحد نقضي من مارشي سنترال. صدقني صدقني صدقني، يا الاسوام اتريبلي، مش بين من عام لعام تلقاها تتريبلي الاسوام. ثم عبيد مساكن، والواحد باش ينجم يعيش لازم باش ينجم يقف على ساقيه ويخدم ويعطي مردود وكل، لازم يعيش، لازم ياكل، لازم فهمت. يقهر الراجل جيبوا الفارغ، يقهر الراجل انه كي يهبط للسوق يلقى الاسوام مرتفعه بصفه غريبه، ما ينجمش يروح بقفه لصغيراته. يقهر الراجل البتاله
اللي تعرف اللي ما عندناش مواطن شغل في تونس، البطاله تمشي وترتفع. نزيد نقول لك معناتها الراجل لطف عليه من القهر، لكن باش يزيد يتقهر الراجل والمراه كيف يسمعوا اللي لي سوسيتي قاعده تسكر، لي زونتربريز قاعده تسكر. هذيك لي زونتربريز قاعده تسكر. انا واحده من الناس اللي قدامك، جي 3 كادر على ميزون بطاله، 3 كادر معناها عداوا عمرهم يقراوا ودنيا وبطاله، سي مي فخير مي سور. عليه عليه يا رسول الله. شيء يأسف ويحزن، وحتى كي تخرج للشارع ما عادش ترى الوجوه نتاع التوانسه النوره الفرحانه، تحسهم هايمين تخيست.